مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الاستثنائي متابعة لأحوال الطقس في الشمال الغربي. ما زال الكساء الأبيض يغطي الشمال الغربي، وما زالت الثلوج تتساقط في بعض مناطقه، حيث خلفت متاعب في الحقيقة للأهالي وللعابرين والمستكشفين والزوار بمنطقة عند راهم تحديدا، ما أفرز روحا تضامنية ومجهودة كبيرة من الجيش والحرس والشرطة والحماية المدنية ووزارة التجهيز في محاولة لفتح الطرقات. هذه النشرة مشاهدينا الكرام إذن تأتيكم باستثنائية لمتابعة الوضع هناك، وينضم إلينا عبر الهاتف موفد الأخبار إلى المنطقة أيمن الرابعي. ربما أيمن غير جاهز الآن، نواصل تقديم أخبارنا. يتواصل انخفاض درجات الحرارة على أغلب مدن الجمهورية لتكون مصحوبة بتهاطل الأمطار بكميات متفاوتة، وتتساقط الثلوج على مرتفعات الشمال والوسط الغربي للبلاد، وبالأخص في عند راهم التي شهدت تساقط أكبر كمية من الثلوج، وفيها لليوم الثالث على التوالي تتكثف الجهود لفك عزلة بعض المناطق وفتح الطرقات. وفي تصريح للأنباء أفاد المعتمد الأول بولاية جندوبة بأنه تم تسوية وضع جميع العالقين ومغادرتهم المعتمدية، وبأنه تم تسخير آليات على الصعيدين الجهوي والمحلي وحتى من ولايات مجاورة لفك العزلة عن عدد من المناطق حيث تراكمت الثلوج. ومن جهتها أكدت وزارة التجهيز فتح عدد كبير من الطرقات بمعتمدية عند راهم على غرار الطريق الوطنية رقم 11 بين ببوش وعند راهم وعند راهم وعمدون، والطريق الوطنية عدد 17 الرابطة في جزئيها بين عند راهم وفرنانة وبين ببوش وطبرقة، الطريق الجهوي عدد 61 بين غار الدماء والسرايا، وبين الطريق الوطنية رقم 17 وقرية بن مطير، الطريق الجهوية أيضا رقم 161 الرابطة بين بلطة والطريق الوطنية رقم 11. كما أشارت وزارة التجهيز إلى التمكن من فتح عدد من المسالك الريفية والأنهج بالمناطق البلدية لمعتمدية عين درهم. لمزيد من المعطيات وآخر أخبار الوضع بالمنطقة ينضم إلينا عبر الهاتف العقيد منير الريابي المدير الجهوي للحماية المدنية بجندوبة. أهلا بك سيد الريابي. مرحبا بكم. إذن كيف هو الوضع الآن بجندوبة؟ هل تم فتح معظم الطرقات؟ وماذا عن حالة العالقين هناك؟ بالنسبة للطرقات الحقيقة نزلنا نواصل، خاصة بعد تساقط كمية أخرى في ساعات متأخرة من الليلة الثالثة وصباح هذا اليوم. كل الوحدات معناها والهيئات المتدخله اللجنه الجهويه قاعده تعمل في العمل نتاعها في فتح الطرقات خاصه الرئيسيه. تمكنا الحقيقه كما ذكرت من فتح الطريق الوطنيه رقم 17 وجزء من الطريق الوطنيه رقم 11، كذلك فتح الطريق الرابطه ما بين على مستوى بلطة ابو عوان والطريق الوطني رقم 11، كذلك ببعض الطرقات الفرعيه بمعتمديه غار دماء، لانه الحقيقه مازلنا معناها نفتح في الطرقات الفرعيه وفك العزل على بعض التجمعات السكنيه. الوضع الصحي العقيد الريابي، الوضع الصحي، هل هناك حالات خطيره؟ هل هناك بعض الاصابات او بعض حالات يعني الاغماء في هذا البرد القارس، او يعني تحدث عن الحاله الصحيه للعالقين؟ بالنسبة للعالقين الحقيقة تقريبا تمكنا إلى حد الساعات المتأخرة من الليل الفارطة إلى تقريب إخراج كل العالقين معناها بالطرقات خاصة الزوار بنسبة أكثر من 95%. نعم. قاعدين إلى حد الآن مسخرين في قاعدة ووحدات من التجهيز ووحدات أمنية لتسهيل عملية العبور وتسهيل معناها العالقين بالطريق وإرجاعهم إلى الوضع العام ومغادرة المكان. بالنسبة للحالات الصحية قاعدين نتبعوا فيها وذلك بالتنسيق مع كافه معناها المسؤولين على التجمعات السكنيه خاصه العمد والعمده معناها وبالتنسيق مع مصالح الولايه. نعم. لمدنا باي حاله للتدخل الحين، صحيح تدخلنا في بعض الحالات. نعم، هناك معلومات تاتي من هناك تفيد بانه يعني بعض الزوار للمنطقه تركوا سياراتهم في مكانها عالقه وذهبوا الى مناطق اخرى للجوء الى بعض المساكن او ربما الى بعض النزل الموجوده خارج منطقه عند راهم، هل استرجعوا سياراتهم؟
هذا صحيح، هذا في اليوم الاول، لكن البارحه تقريبا بمجهودات كبيره برشا من كل الهيئات المتدخله، تجهيز فلاحه، مصالح حمايه مدنيه، الامن، كل معناها الحقيقه فخرنا كل الامكانيات لاخراج الصياد هذا. تو بعض السيارات اللي هم حبوا يبقوا في معناها اقامات او بعض النزل الى معناها، لكن تقريب اغلبيه السيارات العالقه تقريب تم اخراجها بنسبه كما قلت لك تتجاوز 95%، واحنا ما زلنا نتبع، وهناك فرق تتنقل بين الطرقات وبين الانهج خاصه في مدينه عبد الراهب لمعناها مساعدتها العالقين هذانا واخراج. نعم، العقيد منير اريابي المدير الجهوي للحمايه المدنيه بجندوبه، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات وعلى مجهوداتكم ايضا في تيسير حركه المرور هناك. اذا ينضم الينا كذلك عبر الهاتف موفد الاخبار الى منطقه عند راهم ايمن الرابعي. ايمن اهلا بك، اذا الصوره الان في عند راهم كيف هي؟ اهلا اقبال، نحن في الطريق الى عند راهم، ما زال امامنا قرابه 5 كيلومترات للوصول الى منطقه عند راهم. اعترضتنا في الطريق اضطهاد كميات اخرى من الثلج، الان الصوره ضبابيه جدا، ضباب كثيف. كنا نحن في استثناء ونحن في الطريق اعترضتنا مجنزلات تفتح في الطريق، الطريق الان من بالامتير الى حدود 5 كيلومتر قبل عند راهم مفتوحة، توافد سيارات معناتها بقلة، لكن الضباب كثير جدا إقبال، والطرقات ما زالت بها انزلاقات كبيرة، وهو ما يمثل خطر على السيارات الآن. نعم، طيب بالنسبة للحالة العامة في المكان، هل هناك بعض يعني بعض العالقين ما زالوا موجودين داخل المنطقة؟ في الطريق اعترضتنا سيارة أو سيارتين عالقتين بسبب طاقات الثلوج ليلة أمس، هناك سيارة يعني بكثرة الثلج البلور الأمامي انكسر، فسيارة أخرى بالانزلاقات ذهبت إلى العجل انفلقت، هذا هو اللي يعرضنا الى حد الان في الطريق اقبال. نعم، شكرا جزيلا لك اذا نايم الرابع، شكرا لك على كل هذه المعلومات. اذا مشاهدينا الكرام، وصل تقديم اخبارنا، قررت وزاره الصحه في نطاق خطه الطوارئ الصحيه التي بدرت بتركيزها لمجابهة تداعيات موجة البرد في جهات الشمال والوسط الغربي للبلاد، قررت مواصلة الإجراءات التي تم الانطلاق فيها منذ يوم السبت 14 من جانفي والمتعلقة بتعزيز التغطية الصحية بالمنطقة التي تجتاحها موجة البرد ودعم الفريق الطبي وشبه الطبي على المستوى الجهوي. كما قررت وزارة الصحة إرسال بعثة صحية ثانية تضم 30 طبيبا في اختصاصات متعددة يتولون القيام بعيادات طبية على عين المكان للأهالي في المستشفيات الجهوية والمحلية والتجمعات السكنية البعيدة عن مناطق العمران وتزويدهم بالأدوية اللازمة، وذلك بالتنسيق مع السلطات الجهوية وفرق الحماية المدنية بالشمال الغربي بداية من يوم الأمس. ويتم على ضوء هذه التدخلات تقييم الحالة الصحية لمن يتم الكشف عنهم واللواء المجاني لمن يتطلب وضعهم الصحي أو الاجتماعي ذلك في المؤسسات الاستشفائية بالجهات المعنية. وستتولى الوزارة كذلك تدعيم فرق الطب الاستعجالي بوحدات متنقلة للطب الاستعجالي ووصول سيارات الإسعاف بكل من عين دراهم وطبرقة والكاف والقاصرين وتالا بسيارات إسعاف رباعية الدفع، وذلك لنقل المواطنين من المناطق الوعرة. إذن كميات الثلوج التي تهاطلت بعدد من مرتفعات الشمال الغربي ما زالت تتراكم هنا وهناك، عطلت في عدة مستويات إنقاذ العالقين وسط مجهودات متواصلة لفك عزلتهم. نعود إلى هذه الصور في هذا التقرير. عدد من أبناء الجهة هبوا لنجدة السيارات ولإيواء زوار الجهة العالقين وسط الثلوج. ما جانا حتى واحد. أنا بيدي كريت تراكتور باش خرج لي الكهرب. يعلم بينا كان ربي. بايدين في الكهرب رجل هكا ورجل هكا. ليلتين صعب برشا. احنا جينا نهار جمعة في بالنا باش نحضروا على شوية ثلج، واحنا في بالنا شوية ثلج برا باش يلعبوا الصغار. يا اخي وقعت طومبيت معنا كبيره برشا وما حبيناش ناخذوا حتى ريسك، نستناو في الحمايه ماشيين جايين هما من بكري قاعدين يخدموا معنا ما شاء الله عليهم، نستناو وقت باش يجي طريقنا ان شاء الله باش يجيونا ويرحم والديهم. ومع صعوبه الوصول الى مدينه عين دراهم واكتظاظ الشوارع والطرقات بالسيارات والحافلات العالقه وسط الثلوج، منعت الوحدات الامنيه والعسكريه السيارات الخفيفه والحافلات السياحيه من المرور الى مدينه عين دراهم.
منعنا حركة المرور باتجاه برقة وذلك لحفاظ على سلامة مستعملي الطريق وجندت اقليم جندوبة بكامل ما عنده من معدات ومن اشخاص من مسؤولين وغيرهم. محلات البارح تم تدخل واسعافها رضيع وعندنا حالة اخرى حالة ولادة الحمد لله أمكن أن وصلوهم في الوقت المناسب. مع تواصل تساقط الثلوج ازدادت المخاوف من الانزلاقات الأرضية وتأثيرات هذه الموجة على عدد من المساكن وعلى عدد من العائلات المعوزة. إذن مشاهدينا الكرام هكذا نصل إلى نهاية هذه النشرة الاستثنائية، نعود إليكم بعد ساعة تقريبا، إلى اللقاء.